بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يدل افتقار كل شيء في الوجود إليه على وجوب وجوده. اللهم هب لي سلطانا على نفسي أقوم به ما يمكن تقويمه، وهب لي صبرا أصبر به على ما لا يمكن تقويمه، وهب لي حكمة أميز بها بين ما يمكن تقويمه وما لا يمكن تقويمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد رسوله وعبده وصفوته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي عنوانها الإعجاز العلمي تأصيلا وتمثيلا، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تأصيلا وتمثيلا. في الواقع أنه ما ظهرت الثورة العلمية في أوروبا حتى ظهر معها الإلحاد، وما تفاقمت هذه الثورة العلمية حتى تفاقم معها أيضا الإلحاد. لماذا؟ أولا يعني كردة فعل للذي كان يحدث من الكنيسة في تعذيب العلماء وقتلهم والحجر عليهم، هذا شيء معروف في التاريخ الأوروبي. وثانيا اغترارا بسلطان العلم، فكأن العلم أصبح له من السلطان ما يتفوق به على سلطان الخالق، خصوصا عندما فسر لهم العلم كثيرا من الظواهر الكون، وقالوا إذن لا حاجة لنا إلى خالق، الكون لا يحتاج إلى خالق، كل شيء نستطيع أن نفسره علميا. هذه الفترة يعني مرت يعني بها يعني أوروبا، وأثرت حتى على كثير من الملحدين خارج أوروبا، حتى في بلدان المسلمين الآن أصبحت موجود حاليا بكثرة التفسيرات المادية طغت على التفسيرات الإيمانية على طريقة أرنا الله جهرا، هذا موجود ومشاهد. سبحان الله، هذا الواقع سيبدأ في التغيير، سيبدأ في التغيير. نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الخميس 25 نوفمبر تحت عنوان العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى، العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى. وفي الخبر كتب الدكتور هاشم صالح، وهو معروف هذا من تلامذة محمد أركون، كتب يعني يقول أنه ظهر كتاب في فرنسا أحدث ربكة شديدة في فرنسا، وذلك أن عالمين من العلماء، الأول هو ميشيل إف بولوري والثاني أوليفيه بوناسيس، كتب كتابا يعني تحت عنوان الله العلم البراهين، أثبت فيه أن العلم الآن يدلل على وجود الله عز وجل. ويقولان في هذا الكتاب يعني أن الاعتقاد في العلم الذي ينفي وجود الله، لا، الآن هذا يعني تغير، العلم الآن يثبت وجود الله، ويقولان نحن تخلينا عن الإلحاد وأصبحنا مؤمنين. طبعا الأوروبي عندما يقول أنا مؤمن يعني هو يؤمن بوجود خالق،
ليس الإيمان الإسلامي الذي نعرفه بكافة أركان الإيمان، وإنما هو الإيمان بوجود خالق. وهذا بالنسبة لأوروبا شيء عظيم جدا، يعني أن يعترفوا بوجود خالق، لأن أوروبا غارقة في الإلحاد. المهم ما نريد أن نصل إليه هو أن العلم والإيمان في مركب واحد، العلم والإيمان متكاملان وليس متناقضين كما كان يعتقد أو كما يعتقد الآن عند كثيرين من أن العلم يناقض الإيمان، وأن سلطان العلم هو من سلطان الله عز وجل. من الذي منحنا العلم؟ هو الله عز وجل. والعلم ماذا يفعل؟ العلم هو كاشف لما في الطبيعة وليس منشئا لما في الطبيعة، والذي أنشأ العلم وأنشأ الظواهر الطبيعية كيف تعمل والقوانين الفيزيائية قوانين الكون هو الله عز وجل. ماذا فعل العلم؟ كشف عن هذه القوانين الموجودة، هل هو أنشأها ولم ينشئها، وإنما هو فقط كشف عنها. لأجل ذلك سيكون هنالك ارتباط قوي بين القرآن الكريم ككتاب مقدس وبين العلم، يعني هذا مدخل مهم جدا في هذه المسألة. في الحقيقة إن الكلام في الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي من الأهمية بمكان، خصوصا هذه الأيام، لأن الطعن في الإعجاز العلمي وفي التفسير العلمي كثير وكثير جدا، ولعل من أسباب القلق في هذا الملف هو أن أصلا بعض الفقهاء توقفوا فيه وبعض رجالات الدين توقفوا فيه، ظنا منهم أن ذلك يجعلنا ننحرف عن مهمة القرآن الأصلية وهو أنه كتاب هداية. سنثبت أن ذلك لا يتعارض أبدا مع كون القرآن الكريم كتاب هداية. أفضل انتصار قدمه الإعجاز العلمي، وهذا منهج نتعلم منه، هو أن العلميين راحوا يبحثون وراحوا يكتبون وراحوا يسطرون إنجازاتهم، ولم ينتظروا كلام الفقهاء وخلافاتهم حول يجوز أو لا يجوز. لو وقفوا عند هذه النقطة ما تقدموا، لأن الفقهاء حتى اللحظة لم يتفقوا على هذه القضية، كما أنهم لم يتفقوا على كثير من القضايا. ولعلنا سمعنا هنا في المحاضرة التي ألقاها فضيلة الدكتور، يعني يقول بعض الفقهاء كذا ويقول بعض الفقهاء كذا، هذه يعني سنة لاختلاف الفقهاء، هذا أمر طبيعي، اجتهادات، والاجتهادات تختلف من حيث المنطلقات ومن حيث النتائج. فالتفسير العلمي ومعه الإعجاز العلمي مضيا في طريقيهما حتى انتهيا إلى نتائج مثمرة. طبعا أنتم الآن سمعتم مني مصطلحين، الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. هل يوجد تفسير علمي وإعجاز علمي؟ نريد أن نحرر المصطلحين قبل الدخول في التفاصيل. طبعا الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم حديثا ولم يكن أبدا ممكنا أن تثبت في عهد الرسالة، حقيقة علمية أثبتها العلم في هذا العصر الحديث، ومن المحال أن العصر النبوي كان يمكن أن يقف على هذه الحقيقة. طب التفسير، التفسير العلمي، التفسير العلمي هو تفسير الآية بنظرية علمية وليس بحقيقة علمية. هنا سنفرق بين الحقيقة العلمية، الحقيقة المستقرة التي لا تقبل المناقضة، وبين النظرية التي لا تزال حتى الآن نعم في طور الصحة، وإن كانت الصحة الراجحة لكنها لم تصل إلى مرحلة اليقينية. هذه الثانية نسميها تفسيرا علميا.
لماذا الإعجاز العلمي؟ هذا سؤال، لماذا الإعجاز العلمي؟ رجل اسمه بندار الفارسي سئل يوما سؤالا: ما وجه إعجاز القرآن؟ ما وجه إعجاز القرآن؟ فأجاب إجابة مقتضبة مجملة لكنها يعني تشع نورا. قال: هذه مسألة فيها حيف على المفتي. أنتم تظلمون المفتي بهذا السؤال. هذه مسألة فيها حيف على المفتي، فلكأنك أيها السائل تسأل وتقول: ما موضع الإنسان في الإنسان؟ هل أقول موضع الإنسان في الإنسان عيناه، أذناه، وجهه، رأسه، يداه؟ كل ذلك يكون الإنسان، ولا يحق لجزء من الإنسان أن يستأثر بهذا الاسم دون بقية الأجزاء. قال: فلكأنك تسأل ما موضع الإنسان من الإنسان، فليس للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته، فكذلك أيضا القرآن. هذا جواب ينطلق من أن القرآن الكريم هو كتاب الله للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس هنالك كتاب بعد القرآن، كما أنه ليس هنالك رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يكون هذا الكتاب معطاء لكل جيل من الأجيال. الأجيال الحالية غير الأجيال التي مضت، ومعارف اليوم غير معارف الأمس، وثقافات اليوم غير ثقافات الأمس. فلو وقفنا عند حد ثقافات الأولين، إذن ماذا أعطى القرآن للحاضرين، وماذا سيعطي القرآن للأجيال القادمة؟ الله عز وجل جعل هذا الكتاب معجزة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لكل الأجيال حتى يرث الأرض ومن عليها. إذن لابد من أن يكون في كل جيل أو لكل جيل نصيب من هذا القرآن يثبت له صدق هذا القرآن، لأن صدق القرآن متوقف عليه صدق الرسول. يعني كأن قضية الإيمان كلها متوقفة على هذا. إذا ثبت صدق القرآن ثبت صدق الرسول، وثبت صدق الرسالة بأكملها، لأن هذا القرآن هو معجزة. وكان الله عز وجل عندما يبعث رسولا من الرسل يمنحه معجزة لتكون دليل صدقه. يعني طبيعي عندما يأتي واحد ويقول: إني رسول الله إليكم، ما أول سؤال سوف أوجهه إليه؟ ما دليل صدقك؟ ما دليل صدقك؟ موسى عليه السلام كانت معه العصا، عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله ويشفي من الأمراض، إبراهيم عليه السلام أنجاه الله من النار، نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القرآن، ولذلك لم تكن يعني معجزته مثل معجزات الأنبياء السابقين، لأن هذه المعجزات حسية انتهت بوقتها، كانت معجزات وقتية. فأين الآن نار إبراهيم؟ ليست موجودة. أين الآن عصا موسى؟ ليست موجودة، لأن رسالاتهم كانت محددة ومؤقتة، مؤقتة زمانا ومكانا، ومؤقتة أقصد ومقيدة بمخاطبين معينين هم أقوامهم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين نذيرا، لتكون العالمين إيه؟ نذيرا للكل وليس فقط لقومه. إذن طبيعة معجزته لابد أن تختلف عن طبيعة معجزات السابقين.
فكان القرآن الكريم معجزته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ينبغي أن يحمل في باطنه وفي داخله كل الإشارات التي تلبي كل الرغبات، والتي يستطيع كل جيل من الأجيال أن يأخذ من القرآن ما يريد. وهذه خصيصة للقرآن دون الكتب السابقة. المستشرق الفرنسي دكتور موريس بوكاي يقول في كتاب له عنوانه أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية، يقول على عكس القرآن لا يشتمل الكتاب المقدس على نصوص حول الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تشكل في أي وقت من التاريخ الإنساني موضوعاً جديراً بالملاحظة، فإن مثل هذه النصوص ينفرد بها القرآن حيث تم التعبير عنها بشكل يسمح لنا بمقارنة حقائق كثيرة بمعارفنا الدنيوية. الرجل يقول هذا الكلام لأنه كان قد عقد مقارنة بين الأديان كلها والعلم، درس الكتاب المقدس درساً وافياً ودرس القرآن درساً وافياً وراح يقارن. ويحكى أن السبب الذي دعاه إلى هذه المقارنة أنه تقريباً في سنة 81 من القرن الماضي أرسلت مصر مومياء لفرعون كي ترمم في فرنسا، وهذا هو مستشرق وطبيب في نفس الوقت، وكان هو المكلف بترميم هذه المومياء. فلما وضع هذه المومياء ليرممها وقال هذه المومياء يعني عليها أملاح، ومعنى ذلك أنها كانت غارقة في بحر، كانت غارقة في بحر، قيل له يعني إن كتاب المسلمين يقول إن فرعون قد نجا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، كان قد غرق ونجا. طبعا هو الرجل مسيحي ودارس للكتاب المقدس، وفي الكتاب المقدس سفر الخروج، سفر الخروج يذكر غرق فرعون لكنه لا يذكر أنه نجا، لا يذكر أنه نجا. فدعاه هذا إلى البحث وإلى المقارنة، انتهى ذلك إلى كتاب موجود ومترجم بالعربية عنوانه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. دكتور موريس بوكاي، هذا الكتاب موجود ومتاح PDF لمن يريد أن يحمله وأن يقرأ هذه الموازنات التي يعني اجتهد فيها الرجل اجتهادا كبيرا وأثبت أن القرآن الكريم معجزة علمية أيضا. يعني عندما يتكلم عن أصل الإنسان ويقارن بين الكتب، هذا يعني نتاج يعني الدرس الوافي من خلال الفكرة التي ذكرناها حول الكتاب السابق. وعندنا أمثلة كثيرة لكون القرآن الكريم يتيح لكل الأجيال ما تريد. يعني بعد أن ترجمت كتب اليونان في القرون الأولى، يعني في العصر في العباسي، في العصر العباسي ترجمت كل كتب اليونان الحكمية والفلسفية، ترجم المنطق الأرسطي، بدأ العلماء يأخذون من مصطلحات هذه العلوم ومن قوانين هذه العلوم ما يجدونها موجودا بالفعل في القرآن. بل قد تعجبون أن علماء الكلام وهم يبحثون في العقيدة أخذوا مصطلحات منطق أرسطو واستخدموها. أيضا قوانين علم الجدل أخذوها وامتلأت الكتب بمصطلحات علم الجدل وألفت كتب في هذا. يعني مثلا نجد الطوفي في المتوفى سنة 716 يعني في القرن الثامن الهجري يؤلف كتابه عالم الجدل في فن الجدل،
ويؤلف ابن رجب الحنبلي استخراج الجدال من القرآن، ويؤلف ابن الوزير أيضا كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. كل هذا تفاعل مع المعارف المستحدثة الموجودة. ثم يأتي العصر الحديث وينشأ علم الاجتماع بمنظومته الحالية، وطبعا علم الاجتماع قديم ونشأ مع ابن خلدون، لكن يعني افتئت على ابن خلدون وقيل إن أوجست كانت هو الذي أنشأ علم الاجتماع. المهم أن الشيخ محمد عبده وهو يعني من الذين عاشوا في القرن 19 في نهايته وتوفي في بداية القرن 20، قرر أنه لا بد لمن يريد أن يتصدر لتفسير كتاب الله من أن يتعلم علم الاجتماع وأن يتعلم أيضا فلسفة التاريخ. هنا نجد تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا يأتي بكثير من السنن الاجتماعية والسنن الكونية ويتخذ لها أصولا ومصادر من القرآن الكريم. كتاب تفسير المنار هذا الذي يعني صنفه الشيخ محمد رشيد رضا وكان أصله في مجلة المنار مليء بهذه السنن الاجتماعية. أذكر لكم سنة واحدة من السنن الاجتماعية وهي مهمة جدا، وهي ماذا؟ يعني تدلنا على كيف أن الله عز وجل ينصف البشرية ويعاملها بالعدل وليس كما يدعون أن الله متعصب مثلا لمن يتبعونه. الله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى إيه؟ بظلم وأهلها مصلحون، وأصلها وأهلها إيش؟ وأهلها مصلحون. طيب هل تعرفون الظلم هو ماذا هنا؟ هنا هو الشرك، هو الشرك. كأن أصل القاعدة وهو أن بقاء الأمم مرهون بصلاحها وإصلاحها، وأن هلاكها مرهون بظلمها بأن تكون ظالمة، هذا أصله موجود في القرآن والله يقرر هذا. الله لا يهلك القرى، الدول، الأمم، المجتمعات بسبب الشرك طالما أنهم مصلحون. متى يهلكهم؟ إذا ظلموا، وهذا منتهى العدل، منتهى العدل. لكن السؤال المهم، هل يعني ذلك أن القرآن كتاب علم؟ هل معنى ذلك أن القرآن كتاب علم؟ وهل يعني ذلك مثلا أن نغلق كليات الطب وكليات العلوم ونذهب ندرس في كليات الشريعة مثلا؟ لو أجبنا بالإيجاب وقلنا نعم لكنا مجافين للقرآن نفسه، لأن القرآن لم ينسب إلى نفسه هذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسب إلى القرآن هذا. لكن هل معنى ذلك أيضا أن القرآن خلا من كل إشارة؟ لا، لم يخل من كل إشارة، توجد فيه الإشارات، توجد فيه الإشارات العلمية التي تلفت نظر من؟ أولي الألباب. يعني يعطيك إشارات طبية، يعطيك إشارات كونية، يعطيك إشارات فيزيائية، يعطيك إشارات. ليس معنى ذلك أنه كتاب أننا لا يعني لن أحتاج بعد ذلك إلى كتاب لمساق الفيزياء مثلا ولا غيره، سأكتفي بما في القرآن. لا، القرآن ما أعطاك التفاصيل، القرآن يعطيك إشارات ليأتي مثلا أستاذ كبير في الفيزياء يقول نعم هذه النظرية موجودة عندنا في الفيزياء والقرآن أشار إليها. ويكفي القرآن الكريم ألا يصادم حقيقة علمية، يعني هو ككتاب إلهي كان يكفيه ألا يصادم الحقائق العلمية، فكيف وفيه إشارات علمية تلفت الأنظار؟ هذا من وسائل هدايته. فالله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. أولي الألباب من أولي الألباب؟ هم أولي العلم، أولي العقول في كل مجال من المجالات. إذن دور العلم في القرآن الكريم هو دور كلي،
وليس دورا تفصيليا، فلن نجد مثلا سورة تتكلم عن مثلا قوانين الطبيعة، ولن نجد سورة تتكلم عن تفرعات علم الطب. الإعجاز العلمي واجه بعدة تحديات. أول تحدي واجهه من علماء الدين أنفسهم، قالوا لا، نحن لا نقول بهذا الإعجاز العلمي. لماذا؟ قالوا لأن الشاطبي قديما في كتاب له في أصول الفقه اسمه الموافقات، الشاطبي قال إن القرآن لا يفسر أبدا إلا بمعهود الأميين. ليش معهود الأميين؟ يعني بلغة العرب التي كان يفهمها العرب وقت نزول القرآن، وقت نزول القرآن. ولا شك أن الناس الآن، ولا شك أن العرب وقت التنزيل لا يمكن أن يفهموا القرآن الكريم بالاصطلاحات الحادثة الموجودة الآن. فلو تعرض العرب مثلا لمصطلح كمصطلح الجاذبية، كيف سيفهمونه؟ لن يفهموا. لو أحد كلمهم مثلا عن البيج بانج مثلا، الانفجار الكوني، هل كانوا سيفهمونه؟ لن يفهموا. لكن تبقى هذه الآيات لتكون دليلا لمن؟ لأولي الألباب، لأولي العلم في وقت العلم، في وقت العلم. فأخذوا كلام الشاطبي. طيب كلام الشاطبي كان لوقته، كان لوقته. ولذلك نجد مثلا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أعظم مفسر في العصر الحديث التونسي، صاحب تفسير التحرير والتنوير، يحاول أن يعتذر للشاطبي ويقول يعني لعل الشاطبي أراد أن يتفصى من كلام الملحدين، أراد أن يفر من كلام الملحدين فقال إيه؟ قال هذا الكلام. أما القرآن الكريم فلا بد من أن يكون أوسع، القرآن الكريم أوسع من أن يكون للعرب وحده. القرآن الكريم إذا قلنا أن كل إعجاز القرآن في بلاغته، طيب من يدرك بلاغة القرآن الآن؟ كم واحد يدركون بلاغة القرآن الآن؟ وحتى الذين هم متخصصون في البلاغة، لماذا؟ لأن إدراك إعجاز القرآن البلاغي هو للذوق الفطري الذي كان موجوداً عند العرب أنفسهم. يعني نعم، أنا قد أسوق يعني إشارات بلاغية ومقامات بلاغية عالية موجودة في الآيات، لكن ليس معنى ذلك أنني أدركت كونها إعجاز القرآن البلاغي. لا، تكون إعجاز القرآن البلاغي كان الواحد من العرب يسمع الآيات فيخر لها، يخر أمامها، بحيث أنك لماذا فعلت هذا؟ ولا يدري، هو لا يدري ماذا، بل لماذا؟ لأن يعني سلقته العربية جعلته يعرف الفارق بين كلام الله وبين كلام البشر في هذا السياق. إنما نحن إذا جئنا قل أقدم المسند على المسند إليه لأجل كذا، ومثل هذه المصطلحات التقريبية التي يعني مجالها قاعات الدرس ومجالها التعليم، وليس إدراك الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. طيب إذن لابد من أن يكون في القرآن الكريم مجالات أخرى لكل الأجيال تدرك من خلالها صدق القرآن. إذن فريق عارض فكرة الإعجاز، فريق آخر قال لا، الإعجاز بكافة أنواعه موجود كإشارات، فريق ثالث ونحن نوافقه أنه لا بد من ضبط المسألة أيضا، لا تترك هكذا مفتوحة لكل إنسان يطرح فيها ما يريد ويقول فيها ما يشاء، لا بد من أن تكون منضبطة. فقالوا نضبط الأمر، نضبط الأمر. سأذكر لكم شيئا من الضوابط الحاكمة لهذه المسألة حتى يعني لا يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب كما يقولون. من هذه الضوابط أن يكون المعطى العلمي الذي تفسر به الآية سواء كان حقيقة أو كان نظرية أن يكون صحيحا في نفسه، يعني أن يقول أهل العلم في هذا، أهل الطب مثلا، هذا صحيح عندنا، أهل الفيزياء نعم هذا صحيح عندنا. طيب هل هذا الشرط وحده كاف في التفسير العلمي أو في الإعجاز العلمي؟ لا، لابد من شرط آخر،
وهو أن يكون مرتبطاً بنصه، يعني أن يكون بالفعل الآية القرآنية تدل عليه، أن تكون الآية القرآنية دالة عليه ولو بطريق الإشارة، يعني ليس بالدلالة الصريحة، حتى ولو كانت هذه الدلالة بطريق الإشارة. أن تراعى قواعد وأصول التفسير، أن يجتنب التكلف، فلا تجر النظرية العلمية إلى القرآن الكريم جراً، ولا نجر الآية إلى النظرية العلمية جراً بتكلف، لابد أن يكون الكلام قريباً. ألا يكون هذا التفسير العلمي مرتبطاً بالغيبيات، يعني مثلاً هب أن أهل العلم اتفقوا، كما يعني كثير من أهل العلم هو أصلاً من الملاحدة، يعني عندنا حقيقة علمية أنه لا يوجد إله، لا دخل، لا تدخل معنا في باب، لأن من باب العقائد. أو من الغيبيات يقولون يعني لا يوجد دليل مادي، دليل علمي على وجود الملائكة، إذا ننفي لا نؤمن بالملائكة، إذا قضايا الإيمان هذه بعيدة عن هذه المسألة حتى لا نقيمها. أو مثلا وقد أجمع العلماء الحاليون على أنه لا بعث بعد الموت، هم ملاحدة يقولون خلاص الإنسان إذا دفن انتهى، انتهى أمره، مات واندثر وانتهى أمره، فكل ذلك لا مجال فيه للعلم في شيء لأنه إيمان. ألا يخالف أحدهما، يعني الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي المجمع عليه، ألا يؤدي التفسير العلمي إلى التعارض مع آية أخرى، أن تكون الحقيقة العلمية أو النظرية العلمية غير معروفة قبل نزول القرآن، لو أنها كان، لأن لو كانت معروفة قبل نزول القرآن خلاص ما الذي أتى به القرآن. يجب أيضا ألا يقوم بذلك إلا المتخصصون في المجالين، يعني هنالك أناس فتح الله عليهم في العلم الشرعي وعندهم هذا العلم التجريبي. تحدي آخر هو قولهم إن القرآن كتاب هداية، لماذا نجر القرآن الكريم إلى ساحات العلم؟ طيب ما الضرر؟ قالوا لنا لو جررناه إلى ساحات العلم عندئذ يعني قد تكذب أو قد تكذب بعض النظريات العلمية يوما ما، وقد يتضح خطأها، فعندئذ نقول أخطأ القرآن. هذا توجس، هذا هاجس كان موجودا لديهم. نتكلم عن النقطة الأولى أن القرآن كتاب هداية. طيب القرآن كتاب هداية، وعندما تكون فيه إشارات علمية ويدخل الناس في الإسلام بسببها عندما يكشفونها للجميع، ألا يصبح التفسير العلمي والإعجاز العلمي من هذه الناحية وسيلة من وسائل الاهتداء بالقرآن؟ إذن هو داخل في هذا، يعني أن تكون في إشارات علمية نحن نقول هذا دافع إلى الاهتداء بالقرآن وليس العكس الذي قد خشوه. الأدلة على ذلك، نقل الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه شيخ الأزهر في كتاب أوروبا والإسلام، قال سئل الدكتور غرينيه وهو يعني مسلم فرنسي، قال لو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن بين الآيات القرآنية المرتبطة بفنه أو علمه مقارنة جيدة كما فعلت أنا لأسلم بلا شك إن كان عاقلا وخاليا من الأغراض. وفي مؤتمر الإعجاز العلمي الذي عقد في القاهرة في سنة 86 وقف الدكتور كيف مور وهو يعني من المتخصصين في علم الأجنة وقال إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار خلق الجنين. طبعا هو يرمي إلى الآية التي يعني فيها خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى إيه آخر الآية. قال أنا أشهد أن هذه الأطوار المذكورة في هذه الآية وفي القرآن الكريم دقيقة كل الدقة، ولست أعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أو أي شخص آخر
يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين، لأن هذه التطورات لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين. التحدي الثالث قولهم: طيب، إن العلم الآن كشف عن هذه الأشياء، فلماذا نقول إنها إعجاز؟ المفترض إعجاز يعني ألا يعرفه الناس، الناس الآن عرفوه، فكيف نقول هو إعجاز للقرآن؟ الجواب عن هذا سهل، نحن قلنا إنه يعتبر إعجازاً بالنسبة من؟ بالنسبة للرجوع إلى عصر النبوة، إن هذه الحقيقة لم يكن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرفها المجتمع المحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذه الآية. أما وإنه يكشف أن العلم الآن في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين الذي نعيشه كشف عنها، أين ذلك من 15 قرنا من الزمان قد مضت؟ فالإعجاز هو من هذه الناحية. سيقولون: طيب، إذا كان القرآن مشتملاً على أنماط من الإعجاز العلمي، فلماذا لم يتقدم المسلمون؟ لماذا لم يأتي علماء المسلمين بمخترعات، وإنما ينتظرون عادةً أن يأتي الغرب بمكتشفاته فيقولون: نعم، هذا موجود في القرآن؟ هذه حقيقة، هذه حقيقة موجودة بالفعل. نأتي إلى النظريات التي اكتشفها الغرب ونقول: هذا موجود، إيه؟ هذا موجود في القرآن. طيب، هل هذا عيب في القرآن أو عيب فينا نحن المسلمين؟ فينا نحن المسلمين، لماذا يعني لم ننطلق من أشياء ذكرها القرآن ثم ننميها ونبحثها في كتجارب، ويعني نأخذ منها دلائل علمية؟ يعني العلماء في الغرب ربما تأتيهم التجربة عن طريق المصادفة، أو ربما يبحثوا عن شيء فيكتشفوا شيئا آخر فيبحثوا عنه. طيب، لماذا لم ننظر مثلا إلى القرآن الكريم على الأقل أنه قد أعطانا فرضية نبحث خلفها؟ مرة كنت في مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز العلمي، وأعجبني أحد أساتذة العمارة، أعجبني في الفكرة بغض النظر عن النتائج، هذه يعني يحكم عليها المهندسون وليس أنا. قال: أنا قرأت في القرآن الكريم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قال: ظل ساكن؟ ظل ويسكن، كيف هذا؟ قال: طالما ربنا ذكر هذا لابد أن يكون بالفعل فيه ظل ساكن. وراح يبحث ويحدد بقياساته وبرامج الحاسوب وما أدري إيش، يعني أشياء تخصه هو كآلياته، يعني حتى توصل بالفعل أن عند القطب الشمالي مثلا الشمس على وضع معين بالفعل يكون الظل فيها ساكنا. أعجبني منطلقه، أعجبتني فكرته أنه هو انطلق من القرآن وتوصل إلى شيء. فهل يمكن في يوم من الأيام، أو نأمل في يوم من الأيام، أن يأتي الغرب يقول: نعم، اكتشفنا حقيقة هي موجودة في القرآن، أو اكتشفها علماء المسلمون لأنها كانت موجودة في القرآن؟ نأمل أن يتم هذا يوما ما من الأيام. سنأتي إلى بعض النماذج وبعض الأمثلة، وهنا أعلن بكل يعني وضوح وتواضع أيضا أنني لن أكون كمن يبيع التمر في هجر، أو كما يقال عندنا في مصر من يبيع الماء في حارة من؟ في حارة السقيين. لكن هي إشارات، الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا أزعم أنني سآتي وأنا في محراب الأطباء بشيء جديد عليهم، وإنما فقط أنا أطرح إشارات هي موجودة في القرآن الكريم ومن خلال كتبكم أنتم، يعني منكم وإليكم. كلنا ندرك حاجة الإنسان إلى الأكسجين، يمكن للإنسان أن يعيش وقتاً طويلاً وربما أياماً بدون طعام وشراب، لكن لا يستطيع أن يعيش وقتاً طويلاً بدون أكسجين. ودل العلم
على أن الأكسجين يقل في المناطق المرتفعة، لأنه كلما يعني ارتفع الإنسان إلى أعلى يقل الضغط الجوي ويقل معه الأكسجين. فالمناطق المرتفعة غير المناطق التي يعني توازي سطح ما يسمونه سطح البحر يعني. هل القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة؟ نعم، القرآن الكريم يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. نلحظ هنا أن القرآن الكريم أشار إلى الحقيقة العلمية بطريقته هو، ولم يسقها على أنها معلومة علمية يعلم بها الناس، وإنما ساقها بطريقته هو في إطار الموازنة بين من شرح الله صدره للإسلام وبين من انقبض صدره عن الإيمان. فقال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وانظروا كلمة يصعد هنا، يعني هنا التركيب اللغوي يساعدنا على فهم هذه الحقيقة. يصعد يعني يصعد بصعوبة، بصعوبة، لأنه كلما ارتفع إلى أعلى ضاق صدره، لأنه يقل الأكسجين نظرا لنقص الضغط الجوي كما كلنا نعرف. يعني الضغط الجوي فوق الجبال غير الضغط الجوي في مستوى البحر. وحتى يعني من يتسلقون الجبال عند مستوى معين يقولون: نحن دخلنا الآن مرحلة الموت التي لا نستطيع بعدها أن نتنفس. طيب، نأتي إلى أن هذه الحقيقة لا يمكن اكتشافها في العصر النبوي. هل كانت المقاييس موجودة في هذا الوقت؟ ما كانت موجودة، يعني كيف يقيسون شيء وما يعرفون شيء اسمه الضغط الجوي؟ طيب، الآلات أو الجهاز الذي يكشف عن هذا كشفه العالم تورشيلي في منتصف القرن السابع عشر الهجري، منتصف القرن السابع عشر الميلادي عفوا، في منتصف القرن السابع عشر الميلادي. قبل هذا التاريخ لم يكن يعرف الناس هذا المصطلح الضغط الجوي وأن الأكسجين يقل في المرتفعات وغيره. فيظهر هنا الإعجاز العلمي في القرآن في أنه كشف عن ذلك قبله، لكن ليس بالطريقة العلمية. هو لا يسوق هنا نظرية، وإنما يعطيك إشارة لا تملك أبدا أن تخالفها. إذا ما قستها بمقاييس العلم سوف يعني تنصاع لها وتسجد لله شكرا على ذكرها. وانظروا، يقول: ضيقا حرجا، ضيقا حرجا، يعني شوف انظروا ضيق الصدر، والحرج هو شدة الضيق أيضا، يعني كأنه ضيق شديد الضيق في هذا التعبير الذي يذكره القرآن. طيب، نأتي إلى مجالكم بصورة أكثر تخصصا. خلق الجنين، خلق الجنين، أطوار خلق الجنين التي ذكرها القرآن الكريم قبل نزول القرآن وحتى بعد نزول القرآن بقرون، لم يكن الناس يعرفون كيف يتكون الجنين. أرسطو هذا أعجوبة الزمان، أرسطو هذا يسمونه المعلم الأول، يعني بلغ من علم أرسطو أنه قال أن البعض قال أنه نبي من الأنبياء. أرسطو كان يعني يقول أن تكون الجنين يكون من ماذا؟ يكون من يعني مني الرجل ودم الحيض يتكون منه الجنين. طيب، بعضهم كان يقول لا، هو من الرجل فقط أيما كان. فكانوا يعتقدون أن الجنين ينشأ متكاملا، ينشأ متكاملا منذ البداية، يعني بث، لكن يكون متناهيا في الصغر، يعني الصبي هذا
للجنين الموجود بحجمه بكل أجزائه ينشأ من أول يوم بهذه الطريقة، يعني فيه عينان، فيه الأنف، فيه العظام، فيه كذا، لكن يكون صغيراً ويبدأ يتنامى في داخل مستقره في الرحم. لم يكونوا يعرفون هذه المراحل التي كشف عنها القرآن، من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم عظام، كسونا العظام لحمة، كل هذه المراحل لم يكونوا يعرفونها أبداً. حتى إلى وقت قريب جداً فعرفوا أن القرآن الكريم هو الذي حدد هذه المراحل بكل دقة. فماذا يقول القرآن في هذا؟ يقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، مراحل كلها لتكون الجنين، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أين مسألة أنه كان ينشأ جنينا متكاملا ويبدأ في الكبر؟ ليس موجودا هنا في القرآن، لأن القرآن يصف الحقيقة، يصف هذا الشيء بكل دقة. طبعا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا تعود إلى الإنسان الأول وهو آدم، لا دخل لنا فيه، وإنما نحن من النسل الذين تناسلنا، فالذي يتعلق بنا هو بدءا من قوله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة هنا تشمل ماذا؟ تشمل يعني الحيوان المنوي الذكري وبويضة الأنثى. ثم يذكر القرآن الكريم لنا نوعا من النطف يسميه نطفة الأمشاج. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، والأمشاج يعني الاختلاط والاندماج والتزاوج. وبالفعل أن مرحلة الجنينية هذه تبدأ ماذا؟ عندما تندمج نطفة الرجل بنطفة المرأة التي هي البويضة فيمتزجان، يمتزجان، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الانقسامات إلى قسمين، ثم إلى أربعة، ثم إلى ثمانية، ثم إلى 16، وهكذا، حتى يعني في الأسبوع الأول تصبح عندنا خلايا منقسمة كثيرة، إلى أن تصير بعد ذلك دما جامدا فيعلق في الرحم، وهنا يسمى علقة. ثم هذا الدم الجامد يصبح متماسكا أكثر، فكأنه قطعة لحم تمضغ، ولذلك سماه مضغة. ثم بعد ذلك يعني يبدأ تكوين العضلات والعظام، ثم يكسى اللحم، ثم هذه بالطريقة التي تعرفونها أنتم أكثر مني. المهم أن القرآن الكريم أشار إلى هذا في وقت أبداً لم يكن الناس يعرفون عن هذا التشريح الدقيق لتكون الجنين عبر التطورات المذكورة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا عندما سأله يهودي، واليهود كان عندهم بعض المعلومات. مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال فجاء حتى جلس، ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ قال: يا يهودي، من كل يخلق، يعني من كليهما الرجل والمرأة، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فقال اليهودي: هكذا كان، ولا يقول ذلك إلا نبي، فكان الأنبياء من قبلك يقولون هذا. طبعا في تفصيلات أنا سأحجم عنها، كما قلت يعني أنا لن أعطيكم معلومات أنتم لا تعرفونها، فأنتم أعلم مني بهذا الشأن. من الطب الوقائي في القرآن وجدنا القرآن الكريم يحرم المباشرة في فترة الحيض، ويذكر القرآن الكريم هنا يعني على غير عادته يذكر لنا العلة،
يعني ربما القرآن الكريم يعني يهتم عادة بذكر الأحكام لكن لا يعللها، لكن في هذا الموضع علله فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني أحيانا الناس يخترعون عللا من أنفسهم، يعني مثلا يقول لك أن الله يعني شرع الوضوء لأجل النظافة. من قال لك هذا؟ هذه أمور تعبدية نحن نأخذها، لأنه لو كان الوضوء لأجل النظافة، طيب إذا عدم الماء ما الذي ما بديله؟ التيمم. هل في التيمم أنا أنظف أعضائي أو أنني ألصقها بالتراب؟ إذن لا نفتات على القرآن الكريم ولا نذكر له، يعني لا ننسب له أشياء هو لم يقلها، لكن في هذا الموضع، في هذا الموضع القرآن هو الذي ذكر، قال هو أذى فصرح بهذا. أيضا حرم القرآن المسكرات، ولا أعتقد أحدا يخالف في ضررها على بدن الإنسان. حرم القرآن الزنا، وكلنا نعرف ما الذي أودانا أو أوصلنا إليه هذه العلاقات المفتوحة غير المنضبطة بضابط الزواج، إلى أي مدى، وإلى ما الأمراض التي نشأت عنها، وآخر هذا المرض الخطير مرض نقص المناعة الإيدز. الصيام، القرآن يشرع الصيام، والصيام لا تنكر فوائده. ثم نأتي أخيرا إلى السنة النبوية وفيها الحجر، الحجر الصحي، يعني وقانا الله وإياكم شر الأمراض، هذا الوباء الذي نعيشه هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أول من أرشد إلى الحجر الصحي من الأوبئة، حتى إن مجلة يعني نيوزيك الأمريكية ذكرت يعني مقالة لأحد علماء الاجتماع بجامعة رايس، هو اسمه كونسيدين، ذكر يعني مقالة تحت عنوان: هل يمكن لقوة الصلاة وحدها إيقاف وباء مثل كورونا؟ حتى الرسول محمد كان له رأي آخر. يتكلم الرجل عن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، والوضوء يعني فيه تنظيف للأعضاء التي يتوهم أو يعتقد أنه ممكن يدخل من خلالها الفيروس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحجر الصحي في عندما يعني نزل الطاعون، ونهى عن أن يخرج أحد من مكان فيه الطاعون أو يدخل أحد إلى مكان فيه الطاعون، والطاعون وباء. ثم سأل هذا السؤال، قال: في حال مرض شخص ما، فما النصيحة التي سيسديها النبي محمد إلى البشر؟ ما النصيحة التي سيسديها النبي محمد إلى البشر الذين يتكبدون الألم؟ ثم أجاب هو، قال: إنه بالفعل سيشجعهم على حصول العلاج الطبي والأدوية. ديننا دين واقعي، دين واقعي، يعني نعم يوجد فيه التوكل على الله، لكن يوجد فيه الأخذ بالأسباب، والتوكل على الله لا ينافي أبداً الأخذ بالأسباب، بالعكس الأخذ بالأسباب هو من جملة التوكل على الله. النبي هو القائل: أعقلها وتوكل، يا رسول الله أربط ناقتي أم أتركها وأتوكل على الله؟ قال له: لا، أعقلها وتوكل، فخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه العبارة الأخيرة تلخص لنا موقف الإسلام من الأسباب. حقيقة أنا يعني سعيد بهذا اللقاء، لكنني سأكتفي بما قلت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.